هي دي. تصريحات المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة تقول بأنه تم تدمير 825 آلية عسكرية لإسرائيل في قطاع غزة، من بين مركبات وشاحنات ودبابات ونقلات جند وجرافات. اليوم كيف تقرأ هذه الحصيلة، أو ربما هاتين الحصيلتين؟ يعني الجيش الإسرائيلي يعلن أو يعترف بمقتل 167 جندي فقط. يعني بالتأكيد هذا الرقم لا يتناسب مع الرقم 825 دبابة وآلية. نحن نعلم أن إسرائيل تكذب في موضوع الخسائر، ويعني هي لم تقف على خسائر الدبابات والآليات، وإنما هناك خسارة أكبر أخي العزيز، وهي خسارة الروح المعنوية والكفاءة القتالية عند الجندي الإسرائيلي التي جاءت بالصوت وبالصورة وعبر الفضائيات حينما تم سحب اللواء الجولاني وهو نخبة النخبة، ولم يحقق أهدافه في حي الشجاعية. هذا اللواء الذي ذهب إلى حي الشجاعية من أجل أن يصفي الحساب معه، الشجاعية صفت حسابها معه، واعترف قائد اللواء السابق للواء الجولاني وقال هذا اللواء خسر 25% من قواته، وخسر 82 ضابط وجندي، وخسر عدد كبير من الدبابات والآليات. هذا يعكس الرقم الشبه حقيقي لما يجري على الأرض. إذا كان حي الشجاعية لوحده كان هناك 82 خسائر فيه، هذا يعني كامل قطاع غزة هناك الآلاف، هناك الآلاف، وهذا أعتقد أكبر برهان على أن الجيش الإسرائيلي يكذب. ومن كذبهم أيضا الصحف الإسرائيلية، المستشفيات الإسرائيلية، رئيس جمعية المعاقين كذبهم، خبراء ومحللين كذبوهم، وهناك يعني قادة عسكريين سابقين تحدثوا عن خسارة أكبر من خسارة الجنود والدبابات والآليات، وهي خسارة الجيش الإسرائيلي وهزيمته في هذه المعركة. يعني هل هنالك من طريقة أو عملية حسابية مبسطة وتقريبية لعدد القتلى بناء على عدد القذائف التي تطلق، أو بناء على عدد الآليات التي يتم تدميرها؟ يعني الحسابات ربما هي الأصدق، الطلقة الفلسطينية، طلقة المقاومة الفلسطينية، حجم الطلقات الفلسطينية التي تطلق في الميدان. أنا بتقديري لأنه المقاوم الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات يعرف تماما أنه يجب أن يقتصد بذخيرته، لذلك كل طلقة خرجت من المقاتلين الفلسطينيين ربما أصابت جندي، أو إذا كانت مقذوف أصابت دبابة أو آلية. فبالتالي هذا الرقم الحقيقي عند المقاومين الفلسطينيين وحجم الذخائر التي استخدموها. نحن نشاهد مقاطع فيديو لمقاومين فلسطينيين كيف يشتبكون مع الجنود الإسرائيليين، طلقات قليلة وخسائر كبيرة. المقذوف سواء كان ار بي جي او كورنيت او الياسين او اللغم فقط يستخدم من اجل تفجير الدبابة والآلية وإصابة الجنود الإسرائيليين على الأرض. لذلك انا بتقديري حجم الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي ربما من يقدره افضل تقدير هم المقاومين الفلسطينيين واستخدامهم للذخائر التي أطلقوها.